السلام عليكم الحدقة ديالي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكون الامور ديالكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم فقاس طريقة سهلة وسريعة ان شاء الله توجدوه في نفس النهار بلا ما تحتاج انكم تبيتوه ليلة كاملة. بالنسبة للمكونات عندي هنايا 7 ديال البيضات، غادي نحتاج كذلك هنا عندي 2 كؤوس من سكر سنيده. بالنسبه لسكر سنيده تكون ديك سكر سنيده تكون رقيقه ماشي ديك الغليظه، باش كتجيكم هكا في الفقاس اولا في الحلويات ديالكم كتجي مزيانه. غادي نضيف هنايا 2 كؤوس كذلك من الزيت النباتي العادي، وغادي نجمع هاد المكونات هادي. بالنسبه لسكر سنيده الا ما توفرتش عندكم هاد الرقيقه هادي وكانت عندكم غير الغليظه، طحنوها شويه في الطحان الكهربائي ديالكم واستعملوها عادي، غير ما تطحنوهاش بزاف حتى تولي لكم بحال السكر بودغ. من بعد غادي نضيف هنا معلقه كبيره من النافع، معلقه صغيره ديال حبه حلاوه، كاس من الزنجلان. الزنجلان غادي يبقى كيف ما هو، غير هو كيتغسل من طبيعه الحال وكيتنقى وكيتنشف صافي، وكنستعملو كنضيفوه على المكونات اللي ديجا سبق وذكرت معكم وشاركت معكم. هنا من بعد ما كنجمع هاد المكونات هذه غادي نضيف واحد طريقه ديال الملحه باش كتعطينا واحد البنه وكتخرج لنا دوك النكهات اللي عندنا في المكونات اللي سبق وذكرت معكم. غادي نضيف هنايا 2 اكياس ديال الفاني كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، ضفت الكيس الاول وضفت الكيس الثاني. غادي نضيف هنا 4 كاس ديال الماء. بالنسبه لهذا الماء هذا راه كيخلي الفقاس ديالنا كيجينا فيه دوك كيجينا مثقب وكيجينا يعني كيجينا جامع راسو، داك الماء كيجي يعني عنده واحد الدور اللي هو مهم بزاف. بغيتو ديروا الماء العادي ديروه، بغيتو ديروا ماء الزهر ديروه، انا فقط درت هنايا الماء العادي لانني ديجا استعملت الفاني وكنفضل هكا كيجيني مزيان. بغيتو ديروا الماء الزهر وتستغناو على الفاني ديروا الماء ديال الزهر. بالنسبه للوز هنايا استعملت اللوز كاس ديال اللوز، قطعتو هكا في النص، الا ما بغيتوش تقطعوه خليو اللوزه هكا كامله كيف ما هي. كنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه، وعندي هنايا خماره. بالنسبه للدقيق الكميه اللي استعملت في هذا الخليط هذا كله اللي كتشوفوا معايا، بالنسبه للدقيق اللي عندي استعملت كيلو بالاضافه لكاس ديال الدقيق، يعني كيلو وكاس زيدوا عليه كاس ديال الدقيق. دائما خذوا كيلو ديال الدقيق، خذوا كيلو مثلا وربع وكتبداو تضيفوا. بعض الاحيان بعض الانواع ديال الدقيق كنستعمل فقط كيلو، ما كنحتاجش داك الكاس ديال الدقيق، يعني على حسب النوعيه ديال الدقيق. الا بغيتوا ديروا بالعبار يعني تاخذوا غير بالعبار مثلا كيلو، خذوا كيلو وربع كما قلت لكم وعجنوا هاد الفقاس ديالكم، راه هذا هو الجهد اللي كياخذ ديال الدقيق. ومن طبيعه الحال غادي يكون هنايا الدقيق الخاص بالحلويات. هنا صافي، هنايا انا خدا لي هاد العجين هذا كيلو وكاس بالاضافه لكاس ديال الدقيق كما قلت لكم، وديروا نتوما كيلو ديال الدقيق وعاد شوفوا الا تجمع لكم داكشي اللي بغينا، ما تجمعش ديك الساعه تضيفوا داك الكاس شويه بشويه. هنا من بعد ما جمعنا العجين كيبقى مرخوف واحد شويه، راه ما كيجيش قاصح، وكنبدا ندير هنايا هاد الحرابل هادو اللي غادي نحضر بهم الفقاس كما غادي تشوفوا معايا. كنرش واحد شويه ديال الدقيق لانه كيجينا كيتلصق شويه، واخا يبان لكم كيتلصق ماشي مشكل، ما تزيدوش الدقيق مازال، اكتفيو بداك القدر اللي قلت لكم والعجين ديالكم يكون شويه مرخوف كما كتشوفوا معايا، ما يكونش قاصح. كنبقى مستمره على هذا الشكل هذا حتى غادي ندير الكميه ديال العجين اللي عندي كامله عباره على حرابل على هذا الشكل هذا، ما يكونوش غلاط بزاف وما يكونوش رقاق، يعني يكونوا بين وبين صافي. وغادي نجيب واحد لاطا اللي غادي ندير فيها ورق المطبخ، ضروري اننا نديرو ورق المطبخ، وغادي نبدا نحط هاد الحرابل هادو ديال الفقاس اللي عندي. بالنسبه للطريقه باش غادي نطيبوا هاد الفقاس هذا، الفران راه ما غاديش يكون مشعول، غادي يكون باقي طافي، يعني هنا راه مازال لحد الان ما مشعلاش عليه الفران. بالنسبه باش غادي ندهنوه غناخذ هنايا بيضه الاصفر ديال البيضه، غادي ناخذ 2 معالق ديال الحليب، وغادي ناخذ واحد القطرتين اولا حتى لثلاثه كاع ديال الصوجا، وغادي ناخذ هنايا القهوه سريعه الذوبان. انا استعملت هذه القهوه هذه هي اللي عندي، ممكن تستعملوا نسكافيه، ممكن تستعملوا استا، ما عرفتش، انا ما كنبغيش نذكر الاسماء بزاف ولكن ماشي مشكل، يعني انا ما كندير اشهار حتى شي حاجه. اللي متبع القناه ديالي عارفين ان القناه ديالي مازال صغيره وما كندير لا بيبليسيتي حتى شي حاجه، فقط كنبغي نشارك معكم ديك المواد اللي كنخدم بها وصافي، لانني كنبغي الوصفه اولا اي حاجه نتوما شفتوها تجيكم كيف ما كتجيني انا هكا وتنجح معكم صافي. هنا من بعد ما جمعت ديك المكونات
مع الاصفر ديال البيض. كناخذ هنايا واحد الشيته باش غادي ندهن هذا الفقاس هذا على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. كندهن هكا على هذه الطريقه، ندهن من الوسط من الجوانب كاملين لان غادي تنفخ واحد شويه. وكنبقى ندير واحد الخطوط بالفرشيط، هنا غادي نشارككم معكم طبيعه الحال. غتشوفوا معايا هنايا الطريقه. هنا كما قلت لكم بالنسبه لهذا الفقاس هذا غنشارك معكم واحد الحيله اللي كيخاف ان الفقاس كيتنفخ اللي كيتنفخ لكم اولا كيتشقق لكم. هنا بعدا بالنسبه لهذه الطريقه اللي عطيتكم راه ما غادي تشقق ما حتى شي حاجه، غادي يجيكم ناجح. انا اكيده من هذا الكلام ديالي، كيف ما كنكون اكيده في كل وصفه كنقدمها لكم لانني كنعطيها لكم بجميع التفاصيل وبجميع المكونات اللي كنخدم بها انا. هنا كيف ما كتشوفوا كنخدم هكا على شكل امواج بالفرشيط باش كيجيوني هاد الخطوط هادو. وبالنسبه الطريقه باش نتفاداو بمره ان هاد الفقاس هذا غادي يتنفخ، كيف ما شفتوا انا راه درته مقارب ودايره فيه خماره غادي يتنفخ، كناخذ هنا واحد كيغدو وكنبقى نتك هاد الفقاس هذا على هاد الشكل هذا، كينتقبوا على هاد الشكل هذا. مثلا كل حريبل كندير فيه حتى الخمسه ديال الثقوب وكندخلو للفران. مني كنخشيه في الفران عاد كنشعل وكنقصو على عافيه مهيله وكنخليه يطيب. كيف ما شفتوا هنايا راه طاب ليا الفقاس، غادي دابا نخليه غادي نغطيه من طبيعه الحال المده ديال 4 السوايع. بالنسبه للناس اللي مزروبين به بغيتو تخليوه يبات خليوه يبات. هنا كناخذ واحد الفيطه اللي تكون نقيه كنفزكوها بالماء عادي غير من الروبيني وكنعصروها مزيان وكنغطيو بها هذا الفقاس. كما كتشوفوا كنحاول نخشي هذه الفوطه هذه هكا شويه في الجوانب، ردوا البال باش ما يتكسر لكمش، وكنخليه المده ديال 4 السوايع فقط باش كنخدم انا هذا الفقاس، يعني كنخدمه في نفس النهار. ما كانش عندكم الوقت خدموه هكا في العشيه خليوه يبات، والصباح طيبوه يعني الغد ليه عاد قطعوه. هنا شفتوا من بعد ما دازت 4 السوايع صافي خلاص راه واجد انني نخدم به. كنحيد هاد الحرابل هادو بطبيعه الحال ما كيكونوا لا لاصقين ولا متشققين ولا حتى شي حاجه، كيجي هكا صامت كيف ما كنقولوا كيجي رائع جدا. غادي ناخذ دابا واحد الموس عادي، انا ما عنديش كاع الموس الخاص بالفقاس كنقطع غير بالموس العادي وكنقطع هكا. هنايا خليته شويه غليظ هكا كيبغيوه الدار، ماشي بحال الفقاس بعد المرات اللي كنخدم هكا في لي كوموند كيكون شويه رقيق. بالنسبه لهذا ديال الدار خلينا هكا غليظ لانه ماما كتبغي على هذا الشكل هذا، وكيجي رائع كيجي مقرمش كيجي داك اللوز محمر وكيجي لذيذ بزاف، فيه واحد المذاق واحد النكهه اللي هي رائعه. انا شاركت معكم جميع المكونات اللي كنخدم بهم والطريقه اللي كنخدم بها مع النصائح اللي كنخدم بها هذا الفقاس هذا. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش دائما الاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتمنى نلقاكم في فيديو جديد. السلام عليكم.